يعطيكم العافيه. اليوم بنجرب شاشه من ماركه نيكستلي. اتوقع انا وانتم تهمنا الامكانيات اكثر من الاسم، صح ولا لا؟ يعطيهم العافيه شركه اي بي على توفيرهم هالشاشه عشان اجربها واقول لكم رايي فيها بتجربه والوقت اللي انا جربت فيها الشاشه. تجربتنا راح تكون سريعه قدر الامكان لان الفيديو اذا خذينا راحتنا فيه راح يكون وايد طويل عشان نشرح شغله شغله، والشيء اللي انا احتاج فيه الشاشه هذه، فراح نحاول نبسط الامور على الكل قدر المستطاع ويكون الفيديو سريع وخفيف ولطيف. انبوكسنج سريع، يلا بينا. الشاشه فول اتش دي، تعرضت فول اتش دي 30 فريم 4K، الشاشه تاتش وحجمها 5.5 بوصه، يعني كافيه فوق الكاميرا، راح تكون وايد مثاليه. تقدر تنزل لحد 32 لت اذا كنت محتاج 32 لت على الشاشه، وفيها اتش دي ام اي انبوت واوت بوت، فول اتش دي ام اي دي سي ويو اس بي تايب سي انبوت، وفي دي سي اوت بوت. وخلف الشاشه راح تحصلون مكان حق الترانسميتر في حال كنت بتركب ترانسميتر وايرلس ممكن تستفيد منه. يو اس بي تايب سي تو يو اس بي تايب اي، عندنا سن هود، عندنا تلت ارم، عندنا وشر، عندنا اتش دي ام اي تو مايكرو اتش دي ام اي كيبل موجود، نادر ما نلقاه داخل علب الشاشات، نادرا مو دائما نحصله. وايد مهم. التلت ارم تقدر تركبه بالوضعيه الرئيسيه والافقيه، وبنفس الوقت ورا الشاشه في مكان عشان نتركب البرغي اللي تبيه على الترايبود او على الستاند اللي تبيه. ودي اوريكم شلون استخدمت الشاشه وشنو الامكانيات الموجوده اللي انا استخدمتها. بس قبل كل شيء لازم نرحب الموديل، عندنا موديل يا جماعه. اهلا وسهلا، ما عندها اسم بس ممكن تسمونها. الاسامي مفتوحه، حياكم الله. راح احاول اشرح كثر ما اقدر عن الشاشه وامكانياته، فيبي لها شوي تركيز. اول شيء الشاشه مثل ما قلنا تاتش، تقدر تسوي كذي من اليمين حق اذا بتعدل الفوليوم اذا بتسمع من السماعات، وبنفس الوقت تقدر تعلي وتقصر البرايتنس مال الشاشه. دبل كليك راح تطلع لنا المنيو هذه، وبنفس الوقت نقدر نطلع نفس المنيو من زر المنيو اللي فوق، وفي طبعا اسهم فوق وتحت ممكن نستفيد منهم، وزر الباور اكيد، وهني فانكشن 1 فانكشن 2، وهني الاسهم يمين ويسار، ومن تحت مدخل السماعه واليو اس بي تايب سي والدي سي اوت بوت، وهني راح تكون مداخل اتش دي ام اي سواء الانبوت او الاوت بوت، وبنفس الوقت الان دي سي. هذا المنيو اللي على اليسار، اتمنى الكل يركز على المنيو على اليسار ويشوف شنو راح يصير على اليمين. اذا طقينا على الهيستوغرام يشغل لنا الهيستوغرام اللي على اليمين تحت شايفينه، نروح على الفوكس اريا، هني يبين ويانا المناطق اللي عليها فوكس، في حال ما عليه فوكس ما راح يبين ويانا اللون هذا، او اذا نبي اللون الازرق نبي اللون الاحمر موجود. هني في حال كنا نبي نشغل الاوديو ونعرف هل في اوديو او ما في اوديو، هالخيار اذا بنعرف في اوفر اكسبوجر او ما في، فممكن نعلي شوي، نعلي الايزو راح يبين معانا المناطق اللي فيها اوفر اكسبوجر بس باللون الاحمر. هذا الاكسبوجر ليفل تقدر تتحكم بحساسيه الاكسبوجر، متى تبي يبين وياك اكسبوجر. هني تقريبا احنا ما نبي يبين ويانا اذا في مشكله بالاكسبوجر، هني نقلل او نزيد الحساسيه كذي، هني راح يبين ويانا اكثر. بالنسبه لي انا احطه 80. نروح على التشيك فيلد، عندنا المونو الريد جرين بلو، نروح على الخيار اللي بعده يبين لنا الفولس كلرز. نروح على القائمة الثانية، نقدر نحط الجايد ونستفيد منه ونعرف قاعدة الرول اوف ثيرد او قاعدة التثليث ونمشي عليها ممكن، ونوزع كادرنا صح. هذه اسمها سيف فريم، هذه تعطيك امكانية انك انت راح تصور كل هالمساحة هذه، بس اذا كنت موجه الكاميرا عليك راح تعرف ان هذه المنطقة اللي داخل المربع الاحمر هي اللي تبي تتحرك عليها، وتخلي مبدأ الامان يمين ويسار وفوق وتحت. وطبعا تقدر تغير بالقياس مالها، ممكن تخليها 90% 93 96%. السنتر ماركر هذا اوريدي انا مشغله عشان اعرف اذا انا سنتر ولا مو سنتر، يبين وياكم السهم الصغير هذا اللي هني. الريشيو ماركر راح يقول لي بالضبط انا حدودي وين بالتصوير على حسب الحد اللي انت تبي. وصلنا عند المارك سنتر، شنو اللون اللي تبي؟ تبي ابيض، تبي اخضر، اي لون تبي. نروح القائمة الثالثة، الريشيو اللي تبي يتعامل وياه هني فعليا يمغط لك الفيديو سواء بالطول او بالعرض او يضغط لك اياه على حسب الحاجة، مو ماركر لا، هني راح يسجل عليه. ممكن نشغل الانامورفيك، اعطانا اياه على حسب كم تبي بالضبط، زوم فليب ايمج
تبي تلفها يمين يسار على حسب الحاجة. هني ممكن تسوي سويتش حق اللاتات، اللات اللي تبي تستخدمها. أنا حاط إنه قاعد استخدم سي لوج، بس أنا فعليا مو قاعد استخدم سي لوج، وتقدر تنزل اللاتات اللي تبيها. وفي هني ممكن تفتح كلور تمبرتشر، تغير إعدادات الرد والجرين والبلو. هني نوع البكتشر اللي تبيها دايناميك. هني تقدر هم تغير إعدادات زيادة، ممكن تخليها كونتراست أكثر، برايتنس، شاربنس، ساتوريشن أكثر. هذا بالخيار الرابع. هني السيتاب اللي نبيه من الشاشة، شلون نتحكم بالشاشة أكثر. مثلا لو نقول اللغة، على حسب كل واحد لغته، لا نضيع لا نروح لغة ثانية يتوهق. هني الفوليوم، إذا كنت تبي تتحكم بالفوليوم نفس الحركة اللي وريتكم إياها بالبداية. هني سيجنال الفوليوم، ردينا تقريبا تاتش شغلة تاتش وما تشغلة، ريست فاكتوري، باور اون، اوتو، على حسب الوضع اللي تبي. في حرف الاف بالاخير اللي هي الفانكشن، هني في اف 1 اف 2 ممكن تغيرهم على حسب. الاف 1 يعطيني سيف فريمز على حسب انا شنو ابي بالضبط. الله يعطيها العافيه الموديل، تعبت تعبت وايد يعني، طول الوقت واقفه، تخيلوا طول الوقت واقفه. الله يعطيها العافيه. هذه تجربة سريعة حق الشاشة. منو يحتاج الشاشة أكثر شيء؟ واحدة من الكاميرات الفايف دي ما فيها فليب سكرين أو تلت، فممكن تحتاج شاشة مثل هذه، خصوصاً إذا كنت قاعد تصور خارجي. وايد ناس يستخدمون المات بوكس أو ممكن إكسسوارات زيادة، ما يقدر يطالع الشاشة. أنا بالوضع العادي ما أقدر أطالع شاشة الكاميرا، فأضطر إني أركب شاشة خارجية. فهذه واحدة من الأشياء اللي لازم أركبها على طول على الكاميرا بما أني أستخدم المات بوكس. واللي قاعد يصور بوضعيات شوي غريبة، يعني إذا كانت الكاميرا وايد فوق أو بعيدة عنه ويبي طالعها من زاوية معينة، يقدر يحط الشاشة ويفتكها ولا يعور راسه يعني، ويطالع كل شوي اللقطة صح ولا غلط. لا يعني هذا أحسن حل، أتوقع أحسن حل حق الناس اللي يصورون توب فيو مثلا. في شغله يمكن ما ذكرناها، انه ممكن تركب المايك، تركب ممكن اضاءه ثانيه على الشاشه نفسها، بما انك انت تقريبا راح تستخدمها فوق الكاميرا، فممكن تركبها هنا على الهوتشو في مكان برغي ممكن تستفيد منه. الشاشه تلف وياك مثل ما انت تبي. بما اني جربتها خلال تقريبا اقصى وقت صورت فيه ساعه، فاحترت وياي شوي، قاعد احس بحراره. ايش كذا راح تطول وياكم ما ادري، بس انا على تصوير ساعه فيها حرارة واضحة، بس مو لدرجة انك ما تقدر تمسكها، تقدر تمسكها امور طيبة ما عندك اي مشكلة. ملاحظة سريعة، ترى ما فيها ميموري كارد، ما فيها ميموري كارد، راح تعامل كل شغلك على USB تايب سي. سعرها تقريبا 60 دينار، تقريبا 60 دينار 59 وكسور، 60 دينار. هل تتناسب مع سعرها كامكانيات؟ اشوف وايد تتناسب. ممكن في ناس يغيرون من كاميرا لكاميرا مع انهم حابين الكاميرا اللي هم قاعد يستخدمونها، بس لان ما فيها شاشة تطلع لبرا او ممكن تلت على حسب الوضع اللي يبي يصور فيه، ما يقدر يستفيد من كاميرته، فممكن يبيعها. فلا توصل مرحله البيع، ممكن تاخذ لك شاشه صغيره وتستثمر بالكاميرا اللي انت قاعد تستخدمها حاليا. سعرها 60 دينار تقريبا من غير البطاريه، ممكن تشتري لها بطاريه وتشتغل على البطاريه، ممكن ما تحتاج حتى المداخل الثانيه مالت الباور. اضاءتها مو احسن اضاءه موجوده بالسوق، بس لما اقارنها ب 60 دينار اشوف انها وايد مثاليه كاضاءه. أو سطوع الشاشة حق الناس اللي برا، ممكن تستخدم السن هود، هذا الحل اللي عندك، وتحاول توخر عن الشمس قدر المستطاع، لأن فيها رفلكشن. شايفين يا جماعة السن هود راح يفرق وياك وايد، ما فيها وزن وايد، تقريبا وزنها وزن أي تلفون عادي. ممكن بالمستقبل تنزل مع كيت نيكسلي، يصير عندك ليت، شاشة، مايك، كابتشر كار، كلهم باكج واحد مع الشاشة. ممكن ممكن. بس 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 أنا تقريبا لميت الدنيا كلها. ما نمنع عليكم شيء، هذا رأي، لا هذا بالكيل. السلام عليكم.